أكو أخبار وصلت اليوم تقول أكو تهديدات من قبل فصائل المقاومة لاستهداف مواقع وأهداف أمريكية في العراق، تقريبا 12 هدف إذا أقدمت الولايات المتحدة على استهداف أو تشن ضربة عسكرية أي هدف تابع لها. كيف ترد وكيف تعلق على مثل هذه الردود؟ أخي إذا قوات أمريكية قامت بضرب أي قواعد داخل العراق، ها؟ ضمنها الفصائل أو مقرات الحشادي، أنا أقول لك الشعب العراقي كله ينتظر على الولايات المتحدة الأمريكية. لأن بالنسبة لهيئة الشعبية هي هيئة من ضمن مؤسسات الدولة تابعة لوزارة الدفاع، وما يجوز أي تصرف من الولايات المتحدة. عندها القوات الأمريكية عندها نقاط، عندها من خلال وزارة الخارجية، من خلال السفارة عندها تتلقى فيها الحكومة، والحكومة هي مسؤولة عن مكافحتها، وليس القوات الأمريكية تجي هي تكافح أو تعالج شغلات يجوز فيها غايات سياسية أو من أجل تأجيج المنطقة. طيب، شكرا جزيلا لك نائب عن محافظ ديالى رياض التميمي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. إذن مشاهدينا نكمل معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج بانوراما، وسنذهب إلى الشق